تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقو المدرسة المصرية اليابانية السلام 2 بحي عطاقة بمحافظة السويس. وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن المدارس المصرية اليابانية في محافظة السويس وكذا في باقي محافظات الجمهورية تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى النهوض بمستويات التعليم في مصر، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت مظلة رؤية 2030 لتطوير قطاع التعليم.